المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في خبر عاجل وصلنا قبل لحظات، توجه فخامة الرئيس أسفورخي صباح اليوم الأحد 14 من أكتوبر إلى إثيوبيا في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد. وكان في استقبال الرئيس أسفورخي لدى وصوله مطار بولي الدولي في أديس أبابا رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد ووزير الخارجية الدكتور وركمه جبيه ورئيسة البرلمان السيدة مفرحات كامل وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي السابق السيد هيلة مريم دسالين. هذا وسيتباحث الرئيس أسفورخي خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد حول سير تنفيذ اتفاق السلام والصداقة الشامل الذي وقعه البلدان والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيقوم بزيارة عدد من المواقع التنموية. يذكر بأن الرئيس أسفورخي قد قام بأول زيارة إلى إثيوبيا في الفترة من 14 وحتى 16 من يوليو الماضي، وذلك بعد 20 سنة إثر توقيع اتفاق السلام والصداقة الشامل الذي تم توقيعه في أسمرة في 9 من يوليو 2018.